أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يردد الإنسان عند صوت المؤذن في المذياع إذا كان على الهواء مباشرة؟ إذا كان إنه شريط فهو ما يردد، لأن هذا ما هو بأذان، إنما هو شريط صوت محبوس. أما إذا كان أذان حي، اللي يسمونها الأذان الحي، البث الحي، نعم إذا أنت تجيب المؤذن، لأن هذا أذان يصدر من مؤذن، تجيبه، تجاوب المؤذن وتحصل على الفضيلة. نعم.